إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أولا إلهي سبحانه وتعالى يمهر رسوله أن يكون مي بيت من بيوت الله نعمة إلهي سبحانه وتعالى النعمة ولذلك قوبك رمي إلهي سبحانه وتعالى قراش ميكار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة إلهي نعمة الله قوبك رمي إلهي سبحانه وتعالى ميكار ميكار وأما بنعمة ربك فحدث صدق رأي السنة إعلام إن شاء الله موضوع ونسي شاقي محاضرة نضيق ميكار حساب سنة رضونت تربية الأولاد صدق أولاد لن تربيهم قضب قضب يا قاضي الدونة قضب كهري معناها ما يكون هذا الدونة أهمية قلت أولاد ومجتمع ومسلمين تغطية وليك لتا تنم هذا ما يقاضي الدونة وسائل التربية سعيات للتربية وحيارها كمون مسنا علماء القرن ما يكون هذا الدونة إني أولاد معناها قدام بيس مكايني للدعاية وإلهي إني فهمت أنفرة وأنا أنظر إلهي سبحانه وتعالى قرآن شميك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلهي سبحانه وتعالى أعيد ملك هذا الله يقف كستا أو مسلمة أو التوحيد صدعوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا وابلاروا تكدن يا يوم كل إلى الله الله مركا أصحاب مكي يا أيها الذين آمنوا لغنى من الله إني ولا كفروا إني ولا قرروا كل عين الله مركز إلهي مأري يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم نفف انتقال هذا الدك إهلك إذا إذا جرت كهيتا ما يلوم في الدنيا نار انتقال هذا نار تأسوا وقودها الناس والحجارة نار تأسوا الكفر يوم حجارة إيو معناها عليها ملائكة وقودها الناس والحجارة نار ما دام الكفر يوم إلى فضائل المركز إهلك انتقال هذا إهلك معناها عيالك كمدة أويا كم هذا تكلم مسوق كم هذا نار تاسيه هرتيه مركم لا يعصون الله أما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والماذا مركا عيد مركيو في السرعين ما يجين ما يجين الجيل عيدا إني أت أو أولاد لك تربية تربية إسلامية تربية لما يكون هذا معناها شيء الكمون مسمى وها أو أنا لك تربية وما يوها إني معناها كلام الله يدين تي يعقيد يتوحيد لبروه والماذا سأسلي إلهي سبحانه وتعالى مكيس وهذا لا يمري عيالك من بطن لك الشقي يا أيها الذين آمنوا وكي أيضا والماذا أخيرا مفسرين ذا قارب يبهرنا ما يلي نجيل إن عيالك للتربية أو تربية دينية تربية إسلامية مركا حدي مركا عنك هذا التربية عنك هذا التربية أو جلوس أو دين لاوة دون كتابه لما سيابه إني صوتيس أديد النار كقلو إيو إني أن صوتيس جنة كقلو وكده هاي ملان نبي عليه الصلاة والسلام ماري إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة بن آدم كديد مضى عنوش إلى الكهولة إلا سدوالها ما يكون ماذا صدقة جارية والعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له ميرا أن دار نعمل وها ولد صالح جيك أولادين ورك فكرة إلى شنجو ورك فكرة ولا يو أعمل هاي لكن ده بعض ما جيك ورك فكرة إن هناك مصير شيء تندم بويدون هل شو مركي اسمعناها آخر اللي دي ركب قبص داي هل شو ده ما يلقى يا بني إلهي ورتيس كي دعوة يلقى يا هناك ده ما يوها ما أدري أو معناها ولا كأتينا
oo macnaha xadiis aska dhow ahay saana markii aad unuga tarbiyay oo sida islaamnimo aad tawxiid aad insheeg unaga hoob geega doonto ku dhiyo oo banaanka ismaru adii soo dhan iskaleeyay haddii aan nagno qisadii nabanoox markii ilaahay subxaanahu wa tacaala amri oo doonta adii iyo ehelka iyo familka doonta saar markii laaray dadkiina macnaha doontiya kore doonta markaa ariishay dadka mahaya oo doonta macnaha kor markii laaray diini ariishay gaal ahay markii ariishay nabanoox markii mahayna aaway ahay ariishay oo markaa cadaabka ka jaro oo ariishay oo biyooyo dhahyo mudaa markii aragay yaa waa ilaahay dhawaa yaa rabbi innabni min ahli wa inna wacdaka alxaq wa anta axkamu alxaakimiin ya ilaahayow walaa aad xukmid walfaylu laakiin innabni ya ilaahayow nankmay waa ariikiyo yaari markii adiigi shay oo halaagsamaa u aragay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan dhawaaqi may laaray qaala yaa nuuxu innahu laysa min ahlik ma aragaydo warka shartabi onaga hoobuusu macnaha muslim hayna adiis waa siin dhahay male maan isdhaxlaasan maana ka booqdan mar markii isu dhimadoonana haddoogaso ilaahay markaase meeray yaa nuuxu innahu laysa min ahlik kan ehelkaa ma eedaan innahu camalun gayru saalix falaa tas'alni maa laysa laka bihi cilm in weydiidoo ilaahay onagu may wahaa ehelkaa ma ka tirsanaa laaray marka adduunkii baa laka shartaba intii aakhira landeeda adduunki iyo laka shartaba sababtoo maynan baahnaa onagu marka haddii aada salaaxidu oo safilada munaajidu maynu ku yaaba qiyaamaha inay hataa markii aada dhimato usudaa hakiin duro ilaahu aawka ignaaris ilaahu aada ignaaris ilaahayow ina qur-aan hakiin aqriyo ku yaaba haddii usgeegi onagiika oo tawxiidan ka saane caqiidan ka saane qur-aan ka saane mihiraaba arooladii aan guuyaso iskool aan daraaso dadareer siyaasu baridanba maynu ku yaaba inay xuquuqdan ka saane aawkay aaday may laaray inay kaaro lagu yaaba marka waxyaalaha marka waalidiinta lagu falaamu gooniyana hadla doona sayyidina luqmaan suuratu luqmaan ilaahay subxaanahu wa tacaala maykii sheegay ariishay soo wacdiyo waida qaala luqmaanu liibnihi wa huwa yaciduhu yaa bunaya laa tushrik billaah maaragaaso onagii la fadheeday kowti may weydii yaa bunaya laa tushrik billaah ilaahay inay sharig weeray maxaa yeelay ina ashirka la dulmun cadiim luqmaan maadaama ariishay mise lafadheeday maa in sheegay kow tawxiidkan balaawo may lafaday marka onagaa markii kow usa waxyaalaha oo lafaday may lafaday orta owlaade lakiin owlaad hay siduu ilaahay barakaay ki in guursaleena macnaha shareecada owlaade muhiim meel dheera muhiim lagu sameeyo hataa kii welishay usaan guursan kowtiiba mayla arrimay sameeyaas haddii adag oo macnaha ikhtiyaar zawja adduunka intiba oo dhabarkaaba ciyaalka lahaan ku biina kowtiba maydakiin sheegay hoobada guur fadaasu inay ada doorato la ka fadeenaa macnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam ee tunkixu lmar'a liarbaca balaanti markii la guursado afar orxaada laka door deeray nabiga calayhi salaatu wasalaam kowti intii owlaada koyno baba jidlakiin jaaxi jidkan haraa lakaaday nabiga meeray afar warhaada balaanti laka guursadeeray afartaa oo isan aragdaan ka guursalaaray kow meeray wari jabaaliha ayaa laaray quruxdiiye wari nasabiha wari diiniha markaasa may laaray fafdal bidaat diin tan diinta saaxib kulli macnaha quruxda dhamaadas jabaalka dhamaade tan may laaray kow oo quruxda may waaha lanka oo unogey oo macnaha anday may waaha inay ada diin horta laiska guursado waay hooba diin laiska guursado hadhisho markaa may la ogaaday gabato xuquuqda adalata iyo ogaadas kureekan xuquuq isleeya ogaaday lankas ilaahay may waha xuduudan andhaki quraanka markaad akhrid ma aragaase tilka xuduudullah falaa tactaduuha war hooy ayna gudubnay marka markii macnaha saas la aray iyo waa macnaha may laaray nanka oo qofka oo macnaha diinta la raadiya laaray waraanka dhamaadeen markii war jabaalki warku daba kooyo gabarti sharci qurux badanaayti gabaryar hayti dogana gadaas ulyar kadib hoobiyada dhadhalo hoola dhamaadeen haye nasabkina may waha in macnaha tirsaaso ahay awlatana kasawa laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii aad guursadaari gabar ahludiga fafal bidaati diini tarbiya daaka garantaa yahowdase lagooda alguursad marka meele may lagu ad ini marka diinada si doolade
ملك الساس أمر ورسول وفي ملك الرسول ما يدك الدور ده النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون الدين وخلقوا فزوجوه إلا تكن فترة في الأرض وفساد كبير هذه الكوي نم دي إيه الدرع له قبلوا كدرنا رديس أن كدرنا ما يوا ما يبي أسئني معنا بناك الأسكاربو أو في النبض البيض أنا لك أهل الدين كون تبقى أولاده حكومتي والإلهية كون تبقى معنا مكيات التياسو أن تحكم الله ولك الإله سبحانه وتعالى وسؤالك مع عيالك النعموة إلهي وسؤالك تتصيب إلهي سبحانه وتعالى قرآن شميك يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا إلهي لك فضاون قبل السياء لك فضاون قبل السياء لك فضاون قبل قبل نسكدره لكن الفضاون ملك وله ويجعل من يشاء عقيم كان مدليس لك وله كون برالين السياء برالين كيف تلاهي تضم السياء قبل ذي الدفنين كونه تمنكر يا دفني كونه والبوم هايوم جرم الكسرة التسرة والكسر والكنين الأرائي لم عام والقلم مكاي معناها قدرت إلهي ملوك جل ما إذا فذا مركا كم تبغى مركا عياك معناها جد كل مرة لنا جد كنا هنجاهي ما إذا رأي لبض قف إله سبحانه وتعالى نبغى حديثك عبد الله بن عباس قف ما إذا رأي مجلس إهل شيء سلام أما أمينك والكود يا ما إذا رأي ضوء عيسى الله وحيانا تملك الأولاد يوم قيليان هم ها يوم قيليان ما يوالا كم تبى مركي سررت لسك أنا قاعد بلس بول هالمرة لسك كذا قيلي كذي بوا الله هم جن من الشيطان وجن من الشيطان هم مرة زكتا رسولك تنا أمر أفك مركي إهل جن سلام دعاء آخر النار حدي دعاء مس آخر الشيطان غرق راك بير هم الدعاء ما آخرنا أدي شيء لا لسك رجعت على سورة اللي جاي لا ولا دي كود الرجوم ده مركي ما يبي الرجوم سلام حنا سنة أو معنا مركي هذا الله بنركب في رعبه نبي عليه الصلاة والسلام كا ساسني أمر جد كان مركيس مرتان كذب مركن ما يدري مركيس سيس كذا ما يستان أنك مركي مركي بناك أباي مركي أنك بناك أباكو نبي عليه الصلاة والسلام إن أمري إني دكت لكو كأدمو وأنتي ولنقاري كور ولنقاري تربية مركي ميركو بلاوت نبي عليه الصلاة والسلام إن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصراني أو ينجزاني أفكس قال هذا المسلم هذا مركي آدي سقو بها ما على بهاي عقيدة صحيح ما على بهاي بناك ناكي نكال لها بناك ميك نكده قال إيه المسلم بناك كنكده أنك مركا تربيد اسمك ميلا قبلاوت بروكا كيروك مركي بعنا قرآن كوت ميلا فضايا بكيس حكاها إني هذا كوت ميلا فضايا هذا كبلاوتو لا إله إلا الله وإني هذا برتو فالماذا ما يسمعي جلالة سلف كاديم وليان نعمه سلف قبل الله وما يواد الدين النبي عليه الصلاة والسلام أو كنت أقدر من سلف الأري ستقام من مجرى النبي كنت أقدر من وركو قاضي الأري مركا سلف مركا ما يسمعي جلال أنك هو بحسن بدينه لا إله إلا الله لكنا نجا سوى يدلو لأنك هو أنك هو بحسن جلال كوي بيال الأري حتى جيس قرآن من قبل كون لا إله إلا الله أرى الأري لا إله إلا الله قوتب أرى أنت قرآن من المبرن أنك ما يفضل أو من المسلم بدينه توبيت ريد شغاب كوشيب لكن قدروا هو يقول لا إله إلا الله وأنا كنا نقول له بردم تعصب قبضه وراك نكي أنس بن مالك أنس أم صليبة ما يكفي الله راو أبا طلحة أختك أسقالها إنك أبا طلحة قبرتن ما يوال قبر أمها يتي نبقى عليه الصلاة والسلام صفي لنا أمان يريت أم صليبة إيا أم السلام يا رشال أم السلام نبقى قبع عليه الصلاة والسلام تن أم صليبة يا لارين أنس بن مالك أنس هاي مركا لانكا قبي قالا هاي يانا مسلم هاي تي مركا سا أولوك مي إنشاري جرتي لا إله إلا الله مركا سا قاري جاري أولوك يكفت ساري دي تيسا مسلم دبلو لها مسلمي دي هذا مسلمي مركي هذا أرتي أما إني فيك لراغب ومثلك لا يرد ولكنك كافر وأنا مسلم فإن تسلم فإسلام ما فإسلام كماري ولا أريد منك مهرا قبلت مرتي مركي أبا طلع حضور دي أو غرور لك كوي ما أنت إفراس إني يقول ستوها هامسلم أرتي أنا مهلكي ما مهلكي كويري أرتي إني هذا هامسلم دول كرب بوفا أريجة سلطان ومصري من أرام أنا جاي هذا أو هرتشة مبنية أنا بيجردي أنا بيا كفمي كتكتي دوبدي مركي هذا دوبدي هرتجي أمين كوي والبو منشان أنك قرن بيقدر حاله أنك سيدي كفيل يارت والبو منشان أنا قبل كرتلة هاد مركزة أمينك مركا ازديار ده هالجرات ده ازديار ده
هميكي عروسة لو قالي واك مركي معنا وقتك لما هذي مرتي كورم هدي تدرسك ولا كقاضي ورا نغير نصوراجو حايس راس هدي تدرسك ولا كقاضي ورا نكي بروها يقوم ديال حالي هالمرة مركا حنالي وكل عمتاني نكرف ذاي وانا عروسك قرأي ذيك اني ميدها من بيها صوري نبغى عموري عليه الصلاة والسلام مركيوس نبغى نسيدي نبغى تيجي سجدك حكا جالي بما يلاري لكن هالصوره أنك بشاره ناري ويل يا الأوليديس قالي مركا إنشاك ناري نبغى مركيوس نسيدي بحانا أكسنا إزججيه ناري مركا سفر يا رسول الله حرق دا أديك يميدة عير يعني نقل قلو ذي مركا إستانتيس إنقل ياري نبغى مصبرك ناري بارك الله لكم إلهي معنا هميكا كي بركة ناري ونقى إلهي كي بركة ونقى مركا سأل الله قالي سغال حفاظة ناري أو أهل القرآن معنا دعاء ذي نبغى عليه الصلاة والسلام أنا ما عندي قبل وركس وتخفي في أصو بربراء مودنا يا هايتي لما دي أصول درنا مركا من مركا من الفضي إني مركا أولادي مركي مركا حنا حنا قارم إني مركا قرآن لبر مركي توقيت الأهداف ونجا من الفضي إني القرآن برج كلام الله إمام الشافعي ما يلي حفظت القرآن وأنا 7 سنين إمام الشافعي أولادنا القرآن كان نكاهو ما يلوك يا ولد تمين وما زاد جرّك أنت الإمام الشافعي ما يلي تربصني القرآن كحفظ ياري مركي ميلي أنا معناه أنجلي 10 سنين كتابك العرب موطى إمام مالك شيخ يميها إمام مالك الشيخ هاي كتابك ككرة ريالي إمام الشافعي أنت لقيك ميلي وقابة نكتب من جرياني لما جسد جسد قناة كاي إمام مالك مركا كتاب إمام الشافعي ككرة ريالي أنا تربصني جاري مركا ميلي مركا ميلي مباهنة ونقل إني مركا ميلي فضي كودي ونقل إليك مهجا هو فلاسو قرآنك كو يلا بره هو بس قرآنك برضه علم ده قرآنك مركز توكه عندي لكن أنا كي قرآن كسان أو هي رأب سيس أسكوك كي جبا بورسوا السيل أو همي كي كين هوي أو بعد أنا قال أو هذا وقت على السيل وايتو أول برضه وايتو ده كرا وكيل بره يعني كمان أولاد المسلمين تو كمان من قربوين كل كلي قار حبسك جرا قار لك جرا مع دلوقتي براي برضه أرجين مهايا مركا أنكم هوبا جيك على التربية لأسون وربك عن كهينة ما أقادس أدين الصوتيس أو جيك على الصلاة تا همين هرا مساجد كفريد ما يلو كيابي أنكم صوتا إني أدين سازناك جلالو كيابي سورة الكهف تصدي يدير نغنو نما خضر إنه مسمرك إسرائيل إلا كما يوا سدوالها يهوتيس لكسامي دربي لدومي ونغا لدري مكي ورايدا لسامي ميرا ندار نامي وها نو خضر مكا ونقو ميلو فيديو مضيق الكوكوي مكي ونقو مضيق الكوكوي ونقو بناك كدمدي نو موسمك ان اكي سلوهي مكا سميري اقتلت نفسا بغير نفس اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت الشيء بكرة جيك معناها ميري نفو الهي او حرمي او زد او طاهرة الدلي ميكي ديالال مركز الهيدا لكم الشيخ بركي السيدة طبعا يا ميلاري